أهلا وسهلا فيكم جميعا. يا شباب جنوب، يا شباب البقاع وبيروت وجبال، أهلا وسهلا فيكم بتنورين. انتو عأرضكم، لأنه كل ضيعة، كل منطقة بلبنان هي أرضكم. كل منطقة، كل ضيعة من لبنان هي أرضكم، واوعى تخلوا حدا يقلكم غير هيك. كل شبر من لبنان هو وطنكم، مشان هيك لازم دائما كلنا سوا نعمل لنخلي مصلحة لبنان قبل كل شيء. يا شباب لبنان، يا أمل المستقبل، مش غريب، مش غريب أبدا إنه نشوف شريحة من شبابنا وتحديداً أبناء الطائفة الشيعية عم يتأثروا بقوى الأمر الواقع، وهذا الشيء عم يخليهم إنه يسلكوا الطريق الخطأ. مش غريب أبداً، مش غريب أبداً إنه نشوف كتر من شباب الطائفة الشيعية بيفكروا إنه العالم كله سوا بما فيها الطوائف الثانية بلبنان عم بيتآمر عليهم ليضعفهم وبالتالي ليظهرهم من لبنان. هذا الشيء بيرجع لأنه شبابنا ما بيعرفوا المعرفة الكافية عن العالم يلي هو محاوطنا. عالم محصور بأحادية الخطاب السياسي التضليلي اللي بيسمعوه كل يوم بقراهم. وهذا الشيء بيرجع لأنه العالم يلي احنا عايشين فيه، عالم الحداثة والقرن 21، ما بيفهموه عن كثب، لأنه البيئة اللي خلقوا وتربوا فيها صحيح سمحت لهم أنه يفوتوا على المدارس، إنما ما سمحت لهم أنه يكون عندهم نظرة فيها شمولية وموضوعية بالنسبة لقضايا عديدة. كمان مش غريب، مش غريب أبداً إنه نشوف شريحة كبيرة من شبابنا عم بيكون ولاء لقوى الأمر الواقع بدل ما يكون ولاء لمشروع الدولة اللبنانية. أصلاً بمناطقهم ما في شيء بذكرهم بالدولة اللبنانية. بهديك المناطق الدولة اللبنانية غايبة تمام الغياب، ومنا موجودة إلا بس على الورق. كمان مش غريب أبدا إنه نشوف هالشباب يلي هن جايين من مناطق فيها بطالة كتير واسعة وكتير كبيرة إنه يكون أقصى طموحاتهم إنه ينضموا لأحزاب قوى الأمر الواقع مشان يحصلوا بعد مئات الدولارات آخر الشهر ليقدروا يعيشوا ويسيسروا أمورهم. هذا الخيار الوحيد يلي قدامهم طالما في بطالة وطالما في ركود اقتصادي. واليوم نحن منعرف إنه ما في نمو اقتصادي بلبنان، ما في حركة اقتصادية بلبنان
لأنه ما في استثمار بلبنان، وما في استثمار بلبنان لأنه ما في استقرار وما في أمن بلبنان، ولأنه قرار الحرب والسلم منه بإيد الدولة اللبنانية. من ناحية تانية، قوى الأمر الواقع بهمها وبهمها كتير إنه تضل الأمور مثل ما هي، إنه يضل في بطالة، إنه يضل في ركود اقتصادي، مشان تضل هي متحكمة مسيطرة على العالم ومتحكمة بلقمة عيشها. كله هيدا مش غريب، بالعكس كله هيدا مفهوم ومنطقي. إنما الغريب يا أخوان هو إنه لحديت هلأ لبنان ما قدم المشروع البديل لهالشباب والصبايا ليطلعوا من هالواقع اللي هن فيه. وبكل تواضع بقلكم، بكل تواضع بقلكم إنه نحن اليوم بالانتماء عم نقدم المشروع البديل. عم نعطي فرصة للشباب ليمرحوا وبنفس الوقت ليتعلموا. عم نعطي فرصة ليعيشوا طفولتهم، ليعيشوا مرحلة شبابهم، ويعيشوا تجارب فريدة من نوعها حتضل هذه التجارب معهم بالذاكرة طول الحياة. عم نعطيهم فرصة ليظهروا من محيط الضيق ويتعرفوا على لبنان، كل لبنان وكل مكونات الشعب اللبناني. ووقتها حيكتشفوا انه اللبنان الاخر منه عدو، بالعكس مثله مثلهم. الشباب هن الشباب، كلهم عندهم نفس الاحلام ونفس الطموحات. منوفر لهم الفرصة ليتعرفوا على العالم يلي نحن عايشين فيه، ليفهموا انه مش مظبوط انه العالم كله سوا عم يدور بفلك فئة معينة او طائفة معينة او حتى منطقة معينة مثل منطقة الشرق الاوسط. العالم مش ناطرنا، العالم مش ناطرنا، العالم سبقنا وسبقنا بأشواط، وهذا كله من خلال العلم والبحث والتكنولوجيا. وإذا في حدا عم يتآمر علينا فهو قوى الأمر الواقع اللي موجودة بيناتنا من خلال تبعية العمية للواقع الخارجي، ومن خلال عدم فهمة للعالم الحديث يلي نحن عايشين فيه. وهذا الشيء عم يكرس المشاكل اللي عم نعيشها بالمجتمع تبعنا، إن كان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو العلمية. منوفر للشباب إذا كانوا جديين وحاطين عقلهم براسهم فرصة ليتعلموا بأفضل الجامعات بلبنان، ونحن منكون معهم ومندفع أقساطهم من أول سنة لآخر سنة. وهيك بس يتخرجوا من هالجامعات بيكون في عندهم مجال واسع انه يحصلوا على وظيفة محترمة تأهلهم انه يعيشوا حياة كريمة ونوعية. لانه نحن بنؤمن بانه العلم والمعرفة هو السلاح الفعال بالقرن 21.
العلم والمعرفة هو أهم وأخطر من كل الأسلحة النووية إذا جمعناها مع بعض البعض. وبس بهذا السلاح، بسلاح العلم والمعرفة، قادرين نحن ندافع عن أنفسنا وندافع عن حقوقنا تجاه كل الأخطار وكل الأعداء. شبابنا ما خلقوا ليموتوا بمقتبل العمر لمصالح دول خارجية. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعيش، خلقنا لنمرح، خلقنا لنشتغل، لننتج، لنبدع بمجالات عديدة. ببساطة بلخص لكم المشروع تبعنا، انه نحن منقدم للأجيال الجديدة ثقافة الحياة بدل من ثقافة الموت. يا شباب لبنان، يا أمل المستقبل، انتو الدفعة الأولى. السنة نحن مبلشين مع 1500 شاب وصبية، وهيدي الأعداد بدها تكتر بالسنوات القادمة بشكل ملحوظ. وكلني ثقة إنه النتائج الإيجابية لهالمشروع بدها تبين بوقتها، وبدها تخلي لبنان يقوم بالأفز النوعية اللي نحن بدنا إياها ليصير لبنان مثل ما كلنا بدنا، مش بس منارة المنطقة إنما منارة العالم كله سوا. عشتم، عاش شباب الانتماء ليحيا لبنان.